السلام عليكم يا سنة خمسة، عاملين ايه؟ انا فاطمة نصار فرقة رابعة. هنتكلم النهاردة عن محاضرة الصيوفيلن، محاضرة سهلة وجميلة جدا. عايزين نسمي الله ونبدأ في المحاضرة. اولا كده هنبدأ بفنجان قهوة. فنجان القهوة ده بيشربه مريض رب، ليه؟ علشان هو سمع معلومة بتقول ان شرب فنجان قهوة قد يساعد على تخفيف اعراض الرب. حلو، كمان الدكتور ممشيه على دواء الصيوفيلن، يبقى القهوة بتفيده والصيوفيلين كمان بيفيده. ليه؟ أصل هما الاتنين من عيلة واحدة. العيلة دي بتتكون من أسرتين، أسرة ناتشورال طبيعية والأسرة التانية مصنعة. العيلة دي هي عيلة الميثايل زانسينز. الميثايل زانسينز أر ميثايليت الديريفيتيفز أوف الزانسين. الزانسين ده نقدر نقول عليه زانسين أو ميثايل زانسين. جاي منين؟ جاي من النبات زي أر بلانت درايفد ألكالويدز. موجود فين؟ موجود في الحاجات اللي فيها كافيين عامه، موجود في الكولا، في الشوكولات، في الكوفي وفي الشاي. دي اشهر الاسماء التجاريه ليه في مصر. حاجه زي الكبرون ده بنلاقيه كتير في الصيدليات، ومحاضرتنا النهارده بتتكلم عن الصيوفيل. طيب اتكلمنا عن فنجان القهوه، نتكلم بقى عن مريض الرب. الرب اصلا ده مرض كرونيك اللي هو البرونكيال ازمه، مرض كرونيك بيصيب الرئه. العيان بيجي يشتكي من ايه؟ بيجي يشتكي من ويزنج. ويزنج يعني تزييق في الصدر. ده بيحصل ليه؟ بيحصل بسبب انه بيبقى عنده airway obstruction. تاني حاجة بيجي يشتكي لي من coughing اللي هي كحة، دي الشكوى الاساسية اصلا. بيجي يشتكي من كحة، والكحة دي بتزيد بالليل. اشمعنى بالليل؟ لان في الطبيعي عنده وعندنا كلنا ان بالليل الفيجل تون بتزيد، واحنا عارفين ان الفيجاس نيرف ده باراسمباثيتك، فبيعمل له برونكو كونستريكشن، فبالتالي الاعراض بتزيد عليه بالليل. النقطه اللي هنتكلم فيها بعد كده هي الثيرابيوتيك يوزز، بس قبل ما نتكلم فيها عايزين نتكلم عن الازمه. الازمه او حساسيه الرب هي من اسمها كده حساسيه، يعني في حاجه معينه بتعمل حساسيه للمريض تخلي الازمه دي تجيله. فلنفترض ان احنا عندنا دي البرونكيول ودي اليومن. احنا قلنا ان في حاجه هتيجي تعمل irritation. irritation يعني inflammation، وinflammation يعني immune reaction، وimmune reaction يعني immune cells زي البي سيلز والتي سيلز. الimmune cells دي هتيجي هنا. الimmune cells بتفرز inflammatory mediators زي الهستامين وزي السيروتونين وزي الليوكوترينز وزي الادينوزين وغيرها كتير. وجود الانفلاماتوري ميديتورز دي بيفاقم الازمه، بيفاقم الاعراض. ليه؟ هما بيعملوا ايه؟ هما بيعملوا فازو كونستريكشن، بيجوا عند العضله دي اللي هي السموث ماسل اللي هنا دي ويعملوا فيها كونتراكشن. فلما تضيق اليومن دي بتضيق، يعني مجرى الهواء بتاعنا بيضيق. وكمان بيعملوا ميكانيزمات تانية كتيرة بتزود من ضيق اليومن دي. المهم ان بسببهم، بسبب الانفلاماتوري ميديتورز دي، بيحصل ضيق في مجرى الهواء airway obstruction. يبقى العلاج يكمن في ايه؟ العلاج يكمن في ان انا عايزه حاجه تعمل لي برونكو دايلاتيشن. يبقى لو نقرا they are used as bronchodilators. حلو، to treat the symptoms of the airway obstruction اللي قلنا عليه، associated with chronic asthma اللي هو الرب، and other chronic lung diseases such as the emphysema والchronic bronchitis، دول كمان حصل فيهم airway obstruction. بالنسبة للفارماكوكينيتكس، cyofillin has narrow therapeutic index. دي حاجة نركز عليها ونخاف منها. ليه؟ لان لما يكون عنده نور ثيرابيوتيك اندكس يبقى الجرعه اللي انا باخدها كعلاج قريبه من الجرعه اللي بتعمل لي توكسيستي، يبقى لازم اتعامل معاه بحذر وما اخدش جرعه زياده. الصيوفيلين بيتاخد بيه الاورال روت، وبيكون فعال، البايو فيابيليتي بتاعته بتكون 100%. البيك ابسوربشن جنرالي اوكيرز خلال 6 او 10 ساعات after injection. however sustained release preparations may take twice this time. يعني الريليز بتاعه للسيركيوليشن بياخد فترات، فالمفعول بتاعه بيطول، فعنده low volume of distribution and moderate protein binding.
سيوفيلين اندرجوز انتيرو هيباتيك وانتيرو انتريك سيركيوليشن، دي حاجه تفيدنا في ان انا ممكن استخدم له اكتيفيتد شاركول اللي هو الفحم المنشط لما اجي اعالج السميه بتاعته. بيكون بيرجع لي الجي اي تي تاني، فبالتالي لو استخدمت له الاكتيفيتد شاركول هتبقى حاجه فعاله. It is metabolized via cytochrome B450، يعني الإليمينيشن بتاعه من الجسم بيحصل عن طريق الليفر. And less than 10% of the cytophilin is excreted in the urine، وعشرة في المية منه أو أقل بتخرج من الجسم عن طريق اليورين. طيب بالنسبة للميكانيزم of action، هو بيعمل إيه؟ بيزود الأدرينرجيك استيميوليشن. It increases the release of endogenous catecholamines اللي هم الأدرينالين والنور أدرينالين which stimulate the alpha and beta receptors. تمام. Resulting in الأدرينالين والنور أدرينالين، عارفين ان هم بيعملوا myocardial stimulation ويعملوا CNS excitation. احنا عندنا في البرونكاي beta 2 receptors، لما الأدرينالين هيجي يحفزها هتعمل bronchodilation. طيب بيعمل ايه تاني؟ بيانتاجونايز الادينوزين. الادينوزين ده موجود فين؟ موجود في البرونكيال سموث ماسل، يعني دي البرونكاي ودي اليومن، هو موجود في السموث ماسل هنا، كان وظيفته فيها ان هو يعمل كونتراكشن فيها، فبالتالي اليومن دي الديب. لما السايوفيلين يضد عمله فبالتالي الكونتراكشن ده مش هيحصل. كده احنا حلينا مشكلة الأزمة. بالنسبة للأزمة كان بيعمل حاجة كمان، كان بيحفز أو بيزود الريليس بتاع الهستامين، يعني كان بيحفز الانفلاماتوري سيلز انها تطلع هستامين، وهما الاتنين الهستامين والأدينوزين كانت وظيفتهم انهم يعملوا برونكو كونستريكشن ويضيقوا الايروي. فبالتالي احنا لما نضد عمل الأدينوزين ده خلاص احنا كده حلينا مشكلة الأزمة. بس الأدينوزين مش موجود في البرونكيال سموث ماسل بس، موجود كمان في السي ان اس. كان بيعمل فيه ايه؟ كان بيعمل فيه انهيبيشن. فبالتالي انا لما اضد عمله، لما السايتوفيلين يضد عمله، الانهيبيشن ده مش هيحصل، بالعكس هيحصل اكسايتيشن، وده السر في ان القهوه بتفوق. موجود كمان في البريفرال فيزلز، كان بيعمل فيها فازو دايلاتيشن، وموجود في القلب. كان بيعمل فيه ايه؟ كان بيعمل فيه برادي كارديا، كان بيهديه. هو عامه بيهدي الدنيا وبيجي عند البرونكاي يعمل فيها برونكو كونستريكشن. طيب هو لما يكون بيهدي القلب وانا اضد عمله، فبالتالي هيحصل اثاره اللي هو هيحصل تاكي كارديا. الادينوزين موجود في البرونكيال سموث ماسل زي ما قلنا، سي ان اس، المايوكارديوم، القلب، والبريفرال فيزلز. It modulates الهستامين release، لما قلنا ان هو كان بيزود افراز الهستامين من الانفلاماتوري سيلز، and causes برونكو كونستريكشن. هنضد احنا عمله فبالتالي مش هيحصل برونكو كونستريكشن. الادينوزين كان بيؤدي لي سموث ماسل ريلاكسيشن، كان بيهدي الجسم، وكان بيعمل بريفرال فازو دايلاتيشن لانه موجود في البريفرال فيزلز اللي هنا دي، موجود في البريفرال فيزلز، فبالتالي السايوفيلين بيانتاجونايز عمله ده. في ميكانيزم كمان للاكشن بتاع السايوفيلين مش مذكورة بس عايزين نقولها، هو بيثبط او بيضد عمل انزيم معين اسمه فوسفوداي استريز انزيم. الانزيم ده كان بيعمل ايه؟ كان بيكسر سايكليك اي ام بي وبيكسر سايكليك جي ام بي، هو كان بيكسرهم، فبالتالي لما يبقى مش موجود بالتالي هيفضلوا موجودين في الجسم. سايكليك جي ام بي ده هيعمل فازو دايلاتيشن، تمام، وسايكليك جي ام بي هيعمل ريلاكسيشن لكل السموث ماسلز، ريلاكسيشن لكل السموث ماسلز ما عدا الكاردياك ماسل اللي هي القلب، هيحصل له كونتراكشن. السموث ماسلز اللي هيعمل لها ريلاكسيشن دي زي ايه؟ زي البرونكاي، ودي حاجه تفيدنا، وزي الجي اي تي، بالتالي هتظهر اعراض على الجي اي تي، وزي البلاد فيزلز كمان. بالنسبه للميكانيزم بتاعه التوكسيستي، هو لايف ثريتنينج توكسيستي فروم السايوفيلين ريزلتس فروم اكيوت اور كرونيك اوفر دوز، يعني التوكسيستي دي هتحصل بسبب ان انا اخدت جرعه زياده او ان انا باخده على مدى طويل فدخلني في توكسيستي. اعراض الجي اي تي هيحصل نوزيا، دايخ، وبروتراكتد فوميتنج،
vomiting مستمر which is often severe وبالتالي بيكون severe and may be difficult to control ومش هقدر أسيطر عليه despite the use of potent antiemetics. يعني عيني جاي دايغ وبيفومت وبيدوه antiemetics علشان الفومتنج دوت يقف ما بيقفش خالص. طب ليه؟ بسبب إنه حصل stimulation لل CTZ. ال CTZ دي زون اسمها chemoreceptor trigger zone. كيموريسيبتور تريجر زون هي موجودة في النخاع. سي تي زد دي موجودة في النخاع ليها دور في الفوميتنج. اللي كان بيتحكم فيها هي النواقل العصبية زي الهستامين والدوبامين. النواقل العصبية ديت السيوفيلين وقف عملهم فبالتالي مش هيقدروا يتحكموا فيها فهيحصل فوميتنج بالسيفيريتي دي. كمان بيحصل انكريز ان الجاستريك اسيد سكريشن. معروف ان الناس اللي بتشرب قهوة المعدة عندهم بتفرز HCL كتير and smooth muscle relaxation واحنا عارفين ده بسبب ايه. احنا قلنا بسبب سايكليك AMB بيأثر على الجي اي تي وكان بيعمل ريلاكسيشن لكل السموس ماسلز قلنا ما عدا الكاردياك ماسل ذات كونتريبيوت تو ذا جاسترايتس فبالتالي ده هيعمل انفلاميشن في المعدة واستوفاجايتس ويعمل لي سيمبتومز في الجي اي تي. بالنسبة للكارديو فاسكولر تأثيره على القلب بيحصل ديس أريزميا. احنا قلنا انه بيحصل تاكي كارديا بوث ارتيريال اند فنتريكولر بسبب ايه؟ بسبب الادرينيرجيك اجونست افكت لانه كان بيزود افراز الادرينالين والنور ادرينالين اللي بيعملوا تاكي كارديا اند ادينوزين انتاجونست. ازاي؟ لان قلنا ان الادينوزين بيبقى موجود في القلب وكان بيعمل فيه برادي كارديا وبالتالي هو كان بيانتاجونايز الادينوزين فبالتالي بيحصل تاكي كارديا. وكمان بسبب سايكليك AMB اللي قلنا عليه انه بيعمل كونتراكشن في القلب which are aggravated by الهايبوكاليميا والميتابوليك اسيدوزس. الهايبوكاليميا هنقول هي بتحصل ليه في السلايدات الجايه والميتابوليك اسيدوزس بيبقى اكيد تابع للهايبوكاليميا. بيحصل هايبوتينشن انخفاض في ضغط الدم ديو تو بريفرال فازو دايلاتيشن. احنا قلنا اللي كان بيعمل بريفرال فازو دايلاتيشن هو سايكليك AMB تمام وسايكليك GMB كمان and becomes worsened by volume depletion secondary to protracted vomiting. في الفوميتنج معروف ان الواحد بيخرج سوائل كتيرة من جسمه فبيحصل هايبوتينشن ضغط دمه بيقل. الميتابوليك افكتس بيبقى فيه سيفير هايبوكاليميا بسبب ايه؟ بسبب انه كان بيحفز افراز الادرينالين والنور ادرينالين وهما كانوا بيأثروا على البيتا 2 ريسبتورز. هي بتعمل ايه؟ بتشفت الاكسترا سيليورال بوتاسيوم تو ذا انترا سيليورال كومبارتمنت بتخلي البوتاسيوم اللي موجود في الدم يدخل جوه الخليه فبالتالي هو مخرجش من الجسم بس خرج من الدم راح للخليه جوه فتركيزه في الدم بقى قليل. عشان كده بيقول despite normal total body content of البوتاسيوم يعني دي فولس هايبوكاليمي هو مخرجش من الجسم بس اتشفت من الدم راح جوه الخليه. بما ان في هايبوكاليميا بيحصل ميتابوليك اسيدوزس with increased serum lactate. بيحصل هايبرجلايسيميا كمان لان احنا عارفين ان الادرينالين والنور ادرينالين الحاجات دي بتزود الجلوكوز في الجسم بتكون انتي انسولينيك بتضد عمل الانسولين يعني. طيب تأثيره على ال CNS بيحصل فيه agitation زي ما احنا عارفين and seizures due to adenosine antagonism لان احنا قلنا الادينوزين كان بيعمل inhibition لل CNS وبالتالي لما اضد عمله هيحصل excitation لل CNS وقلنا ده السر في ان القهوة بتفوق. وتاني حاجة بسبب الادرينيرجيك agonist الادرينالين والنور ادرينالين اللي كانوا بيعملوا تاكي كارديا effect. الاعراض بتاعت الجي اي تي tend to be severe يعني ممكن تكون شديدة and recurrent يعني بترجع تاني and may be refractory to treatment يعني حتى بعد العلاج ممكن ترجع او ما تستجبش للعلاج. بعد كده عندنا hyperbrixia يعني ارتفاع درجة الحرارة. بيحصل muscle activity. muscle activity قلنا لان بيحصل vasodilatation فالدم اللي وصل للمسلز بتبقى كتير بيحصل مثلا تاكيكارديا. الحاجات دي بترفع درجة حرارة الجسم يعني القهوة والكافيين بيدوا الجسم طاقة. كمان بسبب increased metabolic
انت بقولك activity، ممكن يكون عشان بيزود ال HCL بتاع المعدة. المهم يعني هو بيزود ال activity بتاعة المسلز وبيدي الجسم طاقة، فبيرفع درجة الحرارة. في نوت هنا او ان بي بيقول الكرونيك توكسيستي، يعني عيان ماشي اصلا على دواء السايوفيلين فجاله منه توكسيستي، فبيحصل اعراض طبعا. بس احنا عايزين نقارن ما بين الاكيوت توكسيستي والكرونيك. في حالة الاكيوت توكسيستي مثلا، ده حد جاي واخد جرعة كبيرة من السايوفيلين، فلما اجي اشوف تركيز السايوفيلين في البلاط بتاعه هلاقيه عالي جدا، تمام، والاعراض اللي جاي بيها اعراض متفاقمه شديده، يعني مثلا زي تاكي كارديا او سي ان اس اكزايتيشن، الاعراض دي بتكون شديده يعني واضحه وشديده. انما في حاله الكرونيك توكسيستي، لما اجي اشوف نسبه السايوفيلين اللي موجوده في الدم هلاقيها مش عاليه قوي زي في حاله الاكيوت. لما اجي اشوف الاعراض، لان الجسم لما بياخد دواء لفتره كبيره بيحصل حاجه اسمها توليرانس. التوليرانس ده استجابه الجسم للدواء بتكون قليله، فالاعراض اللي هيبقى جاي بيها هتبقى مش متفاقمه زي في حاله الاكيوت، تبقى هاديه شويه، يعني الجي اي تي سيمبتومز هتكون قليله او هاديه، يعني مش زي حاله الاكيوت. وكذلك السيجرز. بالنسبه للدايجنوزس، طبعا هنساله على الهيستوري، هو بياخد سايوفيلين كعلاج ولا هو حاول مثلا ينتحر او اخد جرعه زياده منه ولا ايه. فيزيكال اكزامينيشن هفحصه طبعا. سايوفيلين توكسيدروم، دي حاجه مميزه جدا للسايوفيلين، حاجه مهمه على فكره. بروتراكتد فوميتنج، احنا قلنا الفوميتنج اللي مش بيقف خالص. وبعد كده عندنا تريمورز وتاكي كارديا والسيجرز، دي مهمه جدا مميزه للسايوفيلين توكسيستي، سميه بالسايوفيلين. نعمل بقى لابوراتوري انفستيجيشنز، نشوف الاي بي جي اللي هي الغازات بتاعه الدم، نشوف البوتاسيوم، البوتاسيوم طبعا بيكون قليل، البلاد شوجر بيكون زايد لان الادرينالين والنور ادرينالين هيزودوا الجلوكوز، سيروم سايوفيلين ليفل زي ما قلنا هنشوف تركيزه في الدم، في حاله الاكيوت هنلاقيه عالي قوي، في حاله الكرونيك توكسيستي مش هيبقى عالي زي حاله الاكيوت. الاي سي جي طبعا هنشوف رسم القلب لانها بتعمل تاكي كارديا وكده. نيجي للتريتمنت، هنعالجه بايه؟ emergency stabilization of ABCD، اللي نشوف الاير واي والبريسنج والسيركيوليشن والديسابيليتي، دي زي مين ستي اوف ثيرابي، يعني دي اللي هي اهم حاجه، اللي هي اول خطوه ومهمه. بالنسبه للجاسترو انتستاينال دي كونتامينيشن، اول كده الاكتيفيتد شاركول should be routinely considered، وقلنا انه هيبقى فعال ومفيد، بس البيشنتس اللي عندهم repeated episodes of emesis، احنا قلنا ان بيحصل vomiting والvomiting ده بيكون protracted مش بيقف. طيب الناس دي مش هتعرف to tolerate to the oral administration، يعني مش هقدر اديهم شاركول. طب اديهم ايه؟ should be penetrated with 50 ميلي جرام رانديتيدين intravenous. هديلهم الرانديتيدين ده بيقلل حموضة المعدة، بيقلل إفراز ال HCL من المعدة. طيب بعد كده المالتيبل دوز من الاكتيفيتد شاركول از بيتر، قلنا ليه؟ لانه بيدخل في انتيرو هيباتيك وانتيرو انتريك سيركيوليشن، تمام. فالاكتيفيتد شاركول والمالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول مفيده جدا في الحاله دي، لو عرف اصلا انه ياخده اورال، تمام. الجاستريك لافاج مي بي نوت بي افكتيف، الجاستريك لافاج مش افكتيف ليه؟ because of the large size of the tablets، احنا قلنا ان هو tablets كده، بيقول ان التابلتس دي حجمها كبير، that may form the pieces دي، يعني بتكونسنتريت كده في المعدة وتكون كتلة فيها. بعد كده the induced emesis is not indicated، ليه؟ هو اصلا عنده emesis، هو عنده vomiting protracted، the vomiting is a prominent symptoms، فما ينفعش بقى اعمل له اميسيس تاني. وكمان بيزود السيجرز، والاميسيس ده بينترفير ويز ادمنستريشن اوف الاكتيفيتد شاركول، زي ما قلنا ما ينفعش اديله اكتيفيتد شاركول وهو عمال يفوميت.
طيب بالنسبة بقى لعلاج الأعراض، هنعالج الأعراض. الديس أرزميا اللي في القلب هنديها ليدوكاين وبيتا بلوكر، ونصحح الهايبوكاليميا اللي حاصلة. الهايبوتنشن معروف إن العيان اللي ضغطه منخفض بنديله انترافينوس فلويد، بنديله كمان بيور ألفا أدرينرجيك أجونست، يعني حاجات بتشتغل على الألفا بس، زي الفينايل إبنفرين ده الفيرست لاين فازو بريسور تو تشويس، also النور ابنفرين كمان is acceptable، يعني نديله فينايل ابنفرين او نديله ابنفرين فبيشتغل على الفا بس ويعمل فازو كونستريكشن. لما يحصل فازو كونستريكشن الضغط المنخفض ده هيعلى، هنصححه يعني هيعلى. الاجيتيشن اند سيجرز اللي حاصله في السي ان اس هنديها بنزو ديازيبينز such as الديازيبام اللورازيبام and البنتو باربيتال، دي حاجات هتشتغل على السي ان اس تهديه. بيشنتس ويز ستيتس الناس اللي عندهم ابيليبسي بقى بيكون بيقاوم الدراجز مي ريكواير جنرال انستيزيا، يعني ناس عندهم ابيليبسي وانا اديتهم العلاج وما راحش هدخلهم بقى جنرال انستيزيا. بالنسبه للميتابوليك اسيدوزس هديله صوديوم بايكربونات انترافينوس. في الانهانسد اليمينيشن هندي مالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول طبعا، تمام، قلنا لانه بيدخل في انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، فهو الشاركول ده هيمنع امتصاصه من الجي اي تي للبلد. بعد كده يا حبذا بقى لو اديته شاركول وفي نفس الوقت عملت له هيموداياليسيس، ده احسن من ان انا اعمل كل واحد فيهم على حده. It is indicated in a life-threatening toxicity. في حالة التوكسيستي دي أنا بلاقي إيه؟ بلاقي السايوفيلين ليفل تركيزه في البلوت زي ما إحنا شايفين كده 100 في الأوفر دوز، في الأوفر دوز اللي هي بتكون أكيوت بتكون 100، إنما الكرونيك تركيزه في البلوت بيكون 30 اللي هو أقل من الليفل بتاعه في الأكيوت. Refractory severe symptoms not respond to usual therapy، في أعراض ما بتستجبش للعلاج. احنا كده الحمد لله كلامنا عن السايوفيلين خلص، عايزين بس نراجع على اللي احنا قلناه مراجعة سريعة كده. بدأنا بأن الميثايل زانسينز في منها عيلة ناتشرال والعيلة التانية بتكون مصنعة موجودة في القهوة وموجودة في الأدوية زي السايوفيلين، وعرفنا ايه هي الاعراض اللي بيجيلي بيها المريض، هي مش علينا بس احنا بنقولها يعني كتمهيد للمحاضرة او انها حاجة تسهل المحاضرة. عرفنا بتستخدم في ايه، السايوفيلين بيستخدم كبرونكو دايليتور في الديزيزز اللي بيحصل فيها ايروي اوبستراكشن. عرفنا الفارماكو كاينيتكس بتاعته، قلنا دواء نتعامل معاه بحذر لانه ليه نارو ثيرابيوتيك اندكس، وقلنا انه بيدخل في انتيرو هيباتيك انتيرو انتريك سيركيوليشن، عشان كده بستخدم له الاكتيفيتد شاركول او المالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول. بيخرج من الجسم عن طريق الليفر، سيتوكروم بي 450 ده موجود في الليفر وفي نسبه منه او جزء بسيط منه موجود في الكدني، فبيخرج عن طريق الليفر اكتر حاجه، والكدني اقل من 10% من حجمه بيخرج عن طريقها. بعد كده الميكانيزم اوف اكشن، عرفنا ان هو بيزود افراز الادرينالين والنور ادرينالين وبيانتاجونايز الادينوزين، وقلنا كمان ان هو بيزود سايكليك اي ام بي وسايكليك جي ام بي. الميكانيزم اوف توكسيستي على الجسترو انتستاينال، بيحصل نوزيا وفوميتنج مش بيقف، ناكد عليه. وكمان الجستريك سيكريشنز بتكون كتيره، تأثيره على القلب ان هو يعمل لي تاكي كارديا ويعمل هايبوتينشن، بيحصل هايبوكاليميا طبعا لان البوتاسيوم بيتشفت جوه الخلية، بيحصل ميتابوليك اسيدوزيس، بيحصل هايبر جلايسيميا نتيجة تأثير الادرينالين. بالنسبة لي السي ان اس درجة الاثارة بتاعته بتزيد ودرجة الحرارة عندنا بتعلى. في الكرونيك توكسيستي الاعراض بتبقى اخف من الاكيوت، والليفل بتاع السايوفيلين في الدم بيبقى اقل من الاكيوت طبعا. عرفنا الدياجنوزس هيتعمل ازاي وقلنا اهم حاجة السايوفيلين توكسيدروم دي. وبالنسبة لي التريتمنت قلنا اول حاجة الاي بي سي دي،
والجسترو انتستينال دي كونتامينيشن، الاكتيفيتي تشاركول طبعا، والمالتيبل دوز اكتيفيتي تشاركول لو العيان قادر ياخده، الجستروكلافاج مش هيعمل حاجه، ما ينفعش طبعا نعمل له ايميسيز. بالنسبه للانهانسد اليمينيشن بنديله النوع ده من الاكتيفيتي تشاركول، هندي شاركول مع هيمو دياليسيز الاثنين مع بعض لانها حاجه بتكون افكتيف. طبعا اتكلمنا عن الليفلز بتاعه السيوفيلين في الاكيوت والكرونيك توكسيستي. الديس اريزميا بنديله ليدوكاين وبيتا بلوكر، والهايبوتنشن هنديله انترافينوس فلويد ونديله نور ادرينالين او فينايل ابينفرين. والاجيتيشن هنديله حاجات تثبط السي ان اس زي البنزو دايازيبينز. ميتابوليك اسيدوزيس هنديله صوديوم بايكربونات. بس كده كلامنا عن السيوفيلين كان سهل وبسيط الحمد لله. في بس سؤالين بصوت كده مش كتير خالص، هما سؤالين. اول سؤال، الميتابوليك افكت اوف السيوفيلين توكسيستي انكلود هايبوجلايسيميا ولا هايبركاليميا ولا هايبوثيرميا ولا هايبوكاليميا ولا هايبرثيرميا؟ طيب نبص كده، الهايبوجلايسيميا ما بيحصلش هايبوجلايسيميا، بالعكس بيحصل هايبرجلايسيميا عشان الادرينالين نور ادرينالين بيزودوا الجلوكوز. هايبركاليميا طبعا لا، لان احنا قلنا ان البوتاسيوم بيشفت من البلاط يدخل جوه التيشوز. هايبوثيرميا طبعا لا، درجه الحراره ما بتقلش، بالعكس بتعلى لان هو بيزود طاقه الجسم. هايبوكاليميا ايوه هي دي اللي احنا بنقول عليها. بالنسبه للهايبرناترميا فاحنا ما جبناش سيره هايبرناترميا خالص. بعد كده السيوفيلين توكسيستي انكلودز هايبرتنشن اند براديكارديا، سيفير اند ريكورنت سيجرز، سيفير هايبركاليميا، هايبوثيرميا. نبص برضو، هايبرتنشن اند براديكارديا طبعا العكس، هو بيحصل تاكي كارديا وبيحصل هايبوتنشن لان بيحصل فازو دايلاتيشن. سيفير اند ريكورنت سيجرز هو ده اللي بيحصل لان بيبقى عندنا سي ان اس اكسايتيشن. سيفير هايبركاليميا قلنا لا، لان البوتاسيوم المفروض بيدخل جوه الخليه فبيقل، بيحصل هايبوكاليميا. بيحصل هايبوثيرميا قلنا لا، لان بيحصل هايبرثيرميا. فالاجابه هي الثانيه، سيفير اند ريكورنت سيجرز. ان تريتمنت اوف سايوفيلين ويتش ار ترو، ناخد سيرب اوف ايبيكاك ولا جاستريك لافاج بيكون افكتيف، ولا المالتي بريدوز اوف اكتيفيتي شاركول بتكون افكتيف، ولا الاكتيفيتي شاركول مش افكتيف لا، والشاركول هيمو برفيوجن از نوت افكتيف. السيرب اوف ايبيكاك قلنا ان ما ينفعش اديه. الجاستريك لافاج قلنا ما ينفعش لان الحجم القرص اصلا بيكون كبير. مالتي بريدوز اكتيفيتي شاركول از افكتيف، طبعا هي دي الاجابه. ليه؟ لان هو بيدخل في انتيرو هيباتيك انتيرو انتريك سيركيوليشن، واحنا قعدنا ناكد على المالتي بريدوز اكتيفيتد شاركول. اللي بعده بيقول الاكتيفيتد شاركول نوت افكتيف، طبعا لا هو افكتيف جدا. الشاركول هيمو برفيوجن از نوت افكتيف، احنا قلنا لا، الاثنين مع بعض الشاركول والهيمو دياليسيس بيعملوا تاثير جامد جدا، احسن من ان انا اخد كل واحد منهم على حده. بعد كده ذا انديكيشن اوف هيمو دياليسيس ان اكيوت سايوفيلين اوفر دوز، في الاكيوت اللي هي بتكون عاليه طبعا الاجابه هي 100 دي، لان في الكرونيك بتكون 30 اللي هي الاقل. تمام.